سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لم تكون فادرء الهم ما استطعت عن النفس فحملانك إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون يا الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرناك بين يدي حاجاتنا. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا زهراء يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا من الأجداف في لهفة جار يا أبا عبد أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. المرضى بعلي بكربلاء اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرناك بين يدي حاجاتنا. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا أبا الحسن أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتغسلنا بك يا أسير السجون مرادي من عندك رجيت رجيت ترد كل معتقل سالم للبيت واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا باب الحاج وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ضامن الجنة يا ابن رسول الله اضمن لنا الجنة يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. علي بن محمد
التقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا والخلف الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا فرج الله يا فرج الله يا فرج يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا وش تفطر بعد يا الحجة نترجمك وظهر يا ابو صالح شوف يومي يحزن كل يوم عاشوره وبكل بيت صارت الحبس كبير ما يوقف لطمنا من الصبح لليل مثل زينة على المذبوح يا بقية الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله سيدي احنا ما نعرف الليلة شلون أم الشهيد تقضي هذه الليلة كيف تمر عليها هذه الساعة كيف تمر عليها ليلة الوحشة كأني بنا تقف على باب غرفة الشهيد تتذكر أيام السبت كل دليو يا الولد يرمي يا الولد جهزت لهدوم مسح على قلب الفاقدة هذه الليلة شبان ما نبتت الحاهم جفوني جفوني ولا أقدر جفوني يا وجيها يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله إنا توجهنا
سيدي احضر لنا في هذه النكبات، ألا ترى شيعتك يقتلون على الهوية في كل ناحية وفي كل صوب؟ دعاءك سيدي أن يحفظ دماء، أن يحفظ الله دماء شيعتك ويكمل هذه التضحيات بالناس وبخروجك المنزل عاجلا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا يا صاحب الزمان اشفع لنا، سلوا حوائجكم فإنها تقضى إن شاء الله. لا تنسوا المرضى، لا تنسوا الجرحى، لا تنسوا المطاردين، لا تنسوا الأسرى، لا تنسوا طالب الذرية، لا تنسوا من سألوكم الدعاء الغرباء. يا سادتي وموالي، إني توجهت لكم من أئمتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله. وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله، من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.